صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في مراحل الخلقة وفي مظاهر التقدير. نأتي إلى المحور الأول. هناك عدة عناوين طرحها القرآن الكريم وهي تتحدث عن مراحل الخلقة، خلقة الكون. عنوان البديع، الخالق، البارئ، المصور. ما هو الفرق بين هذه العناوين التي تتحدث عن خلقة الكون وإيجاد الكون؟ العنوان الأول عنوان البديع، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. البديع هو من أبدع الكون، أوجده من دون سابقة. وهذا ما عبرت عنه السيدة الزهراء عليها السلام بقولها: ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. وهنا التعبير الفاطمي تعبير دقيق، لم تقل الزهراء ابتدع الأشياء من لا شيء، وإنما قالت ابتدع الأشياء لا من شيء، لأنه ابتدع الأشياء من لا شيء. فإن العدم لا يولد وجودا، فلا معنى لأن يبتدع الأشياء من لا شيء، وإنما ابتدع الأشياء من دون أن يسبق ذلك خارطة سار عليها أو مثال احتذى به. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. والعنوان الآخر هو عنوان الخالق. ما هو المقصود بالخلق؟ الخلق غير البدع، غير الابتداع. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. البارئ من أعد المادة، المصور من شكل الصورة. مثلا إذا أردت أن تصنع كرسيا من المادة الخشبية، إعداد المادة الخشبية هذا برء. البارئ من أعد المادة. إذا أعددت المادة الخشبية وقمت بصياغتها بصورة معينة بشكل معين، هذا يعد تصوير. بارئ
يعني أعد المادة، مصور يعني شكل الصورة، والمجموع من هذين البارئ والمصور هو الخالق. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هنا قد يطرح سؤال عندما نقرأ قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يرد السؤال هنا، الآية تقول خلق السماوات والأرض في زمن، بينما الزمن جاء بعد السماوات والأرض، كيف خلق السماوات والأرض في زمن وهو ستة أيام؟ بتعبير علمي الزمن هو البعد الرابع للكتلة، فقبل وجود الكتلة لم يكن هناك زمن، قبل وجود السماوات والأرض لم يكن هناك زمن، فكيف تقول الآية المباركة خلق السماوات والأرض في ستة أيام يعني في زمن، مع أنه لم يكن قبل وجود السماوات والأرض شيء اسمه الزمن؟ الزمن بعد رابع للكتلة، قبل وجود الكتلة لم يكن هناك زمن. من هنا نفهم الجواب أن الخلق ليس المراد به الابتداع، فرق بين الابتداع والخلق. الابتداع هو الإيجاد الأول، في مرحلة الابتداع لم يكن هناك زمن، ولكن في مرحلة الخلق صار هناك زمن. لما؟ لأن الخلق عبارة عن تفاصيل الإيجاد، ليس المراد بالخلق الإيجاد الأول. الإيجاد الأول هو الابتداع، الخلق ليس هو الإيجاد الأول، الخلق هو الإيجاد التفصيلي، يعني إيجاد سماء وأرض وكواكب ومجموعات شمسية، هذا الإيجاد التفصيلي هو المعبر عنه بالخلق. ومن الواضح أن هذا الإيجاد التفصيلي كان بعد وجود الكتلة، بعد أن أوجد الكتلة فصلها إلى مجموعات وإلى كواكب، هذا التفصيل هو الخلق، وقد خضع لزمن محدد ومعين. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. المرحلة الثانية بعد الخلق مرحلة الهداية، قال تبارك وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل شيء في الكون له نصيب من الهداية، حتى الحجر له هداية، حتى بذرة الشجرة لها هداية. يقول القرآن الكريم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء أعطي الوجود أعطي الهداية، كل شيء يسير بهداية نحو هدفه نحو غايته. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى الجسيمات تحت الذرية. عندنا إلكترون الذرة سالب الشحنة، عندنا بروتون الذرة موجب الشحنة، خلق هذا سالب خلق هذا موجب لينجذب كل منهما للآخر وليلتقي كل منهما بالآخر. انجذاب السالب سالب الشحنة إلى موجب الشحنة، هذا الانجذاب هو الهداية. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والمرحلة الثالثة من مراحل الخلقة الحفظ، لم يدع الكون ولم يحفظه، خلق الكون
هداه إلى غايته وحفظه. مرحلة الحفظ مرحلة ثالثة، إن ربي على كل شيء حفيظ. ما معنى مرحلة الحفظ؟ مرحلة الحفظ التي عبر عنها القرآن الكريم بالقيمومة، لا إله إلا هو الحي القيوم. هل يحتاج الوجود إلى قيمومة؟ بما أنه خلق الكون وهداه إلى أهدافه وغاياته، فلماذا يحتاج إلى القيمومة؟ ربما يقول قائل: الكون لا يحتاج إلى حفظ، الكون لا يحتاج إلى قيمومة، لأن الله أوجد الكون عبر قوانين والقوانين ماشية، أعطى الكون طاقة والطاقة تسير نحو غايتها وهدفها. فما هي حاجة الكون إلى قيمومة الله وحفظ الله تبارك وتعالى، حتى يقول تعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم؟ أبين لك وجه حاجة الكون إلى القيمومة من خلال المثال. أضرب لك مثال علمي فيزيائي. عندنا أجسام ذرية، عندنا جسيمات تحت الذرية. هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الأجسام الذرية، عالم يسير طبق قوانين نيوتن، طبق قوانين حتمية، قانون الحركة، قانون الجاذبية، قانون الجذب والدفع، قوانين ثابتة منضبطة. إذن عالم الأجسام عالم حتمي، عالم منضبط لا يتخلف ولا يختلف، لأنه يرتكز على قوانين ثابتة. طيب، تحت هذا العالم، بذرة هذا العالم، ماذا يوجد؟ يوجد جسيمات تحت الذرية. الجسيمات تحت الذرية ليست حتمية، لا تحكمها قوانين حتمية. الجسيمات تحت الذرية لا يمكن التنبؤ بمسارها. فيزياء الكم تقول: إذا كان الإلكترون عند نقطة نون لا يمكن معرفة مساره عندما يكون عند نقطة نون زائد واحد، لا يمكن التنبؤ بمسار الجسيمات تحت الذرية. إذن الجسيمات تحت الذرية لا حتمية، بينما الأجسام المادية حتمية. من هنا يرد السؤال: كيف يقوم عالم حتمي على عالم لا حتمي؟ كيف يرتكز نظام حتمي على نظام لا حتمي؟ كيف يبتني عالم ضخم على عالم لا حتمي؟ كيف؟ إذن احتاج العالمان إلى ربط، احتاج العالمان عالم لا حتمية وعالم الحتمية، احتاج كل منهما إلى الربط بالآخر والائتلاف مع الآخر والتنسيق مع الآخر. والذي صنع الربط بينهما هو القيوم، هو الحفيظ، لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن مراحل الخلقة ابتداع فخلقة فهداية فقيمومة، هذا هو كلامنا في مراحل الخلقة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني يدور حول التقدير. قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. التقدير. هنا نطرح ثلاثة أسئلة حول عنوان التقدير. السؤال الأول: ما هي مظاهر التقدير في هذا الكون؟
أذكر لك مظاهر حسية واضحة للتقدير في هذا الكون حتى تعرف مدى الدقة الإلهية، مدى دقة الصنع الإلهي الذي عبر عنه القرآن بقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء له قدر. وقال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، مقدار دقيق جدا. انظر إلى البرق، البرق الذي يسبق الرعد، هذا البرق له معدل معين ما يتجاوز معدله. لو تجاوز البرق معدله وحده لأصيب المطر بحامض النتروز، يصبح ماء المطر ماء مالحا لا يطاق. وضع للبرق حدا يحفظ للماء عذوبته وحلاوته. تجي إلى الإنسان، الإنسان قلب الإنسان، هذا القلب الصنوبري، هذا القلب الذي هو مضخة الدم لجسم الإنسان، هذا القلب الذي ينبض فيه غرف أربع، تمر الانقباضات القلبية عبر الغرف الأربع بشكل متتابع سريع لا يشعر به الإنسان، لكن هذه الانقباضات لها معدل معين. لو تجاوزت ذلك المعدل أدت إلى وفاة الإنسان. وكل شيء عنده بمقدار. الساعة البيولوجية، أنت إيه جسمك في داخل ساعة بيولوجية؟ أنت جسمك ما يحتاج إلى الساعة الخارجية، جسمك يعيش ساعة بيولوجية. كيف؟ إذا أشرقت الشمس جددت في جسم الإنسان خلاياه وهرموناته وبعثت فيها النشاط نائم أو جالس، هذا شيء قهري. وإذا غربت الشمس أصبح الجسم في حال ارتخاء وكسل، شاء أم أبى. يعني جسمك مؤلف بطريقة بيولوجية تتناسق خلاياه وأنسجته مع شروق الشمس وغروبها. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إذن هذه مظاهر لتقديره تبارك وتعالى، كل شيء عنده بمقدار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. زين، نجي إلى السؤال الثاني، انتبه إلي جيدا. ما هو الفرق بين القدر والقضاء؟ القرآن أحيانا يعبر بالقدر أحيانا يعبر بالقضاء، أحيانا يقول وكل شيء عنده بمقدار هذا قدر، وأحيانا يقول وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما هو الفرق بين القدر والقضاء؟ اجتماع الأسباب قدر ونفوذ التأثير قضاء. قال أضرب لك مثال يتضح فيه الفرق بين القدر والقضاء. تجي مثلا الآن المرأة اللي تستعمل اللولب حتى تمنع الحمل، شنو هو دور اللولب؟ النطفة البويضة ملقحة، النطفة ملقحة، اللولب لا يمنع انعقاد النطفة، اللولب لا يمنع تلقيح البويضة، البويضة ملقحة جاهزة لأن تتحول إلى إنسان، لكن اللولب يمنعها من الالتصاق بجدار الرحم. كلما أرادت البويضة أن تلتصق بجدار الرحم حتى تنمو اللولب يمنعها من الالتصاق. هنا عندنا قدر، عندنا قضاء.
القدر اجتمعت الأسباب التي تؤهل النطفة لأن تكون إنسان. اجتماع الأسباب التي تؤهل النطفة لأن تكون إنسان هذا يسمى تقدير. تقدير يعني جمع الأسباب، خلاص نطفة ملقحة، بويضة ملقحة، إذن ما هو المؤهل لأن يكون إنسان تم. لكن لا تنفذ هذه الأسباب ولا يتحول إلى إنسان فعلي إلا إذا التصق بجدار الرحم، فاللولب يمنع القدر أن يتحول إلى قضاء. لولا اللولب لصار القدر قضاء، لولا اللولب لصارت البويضة الملقحة إنسانا. فالقدر اجتماع الأسباب والقضاء نفوذ تلك الأسباب. القضاء قد يمنع القدر يحوله إلى قدر آخر. من هنا مثلا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وضع في نار نمرود، القدر صار. القدر يعني السبب الذي يوجب احتراق جسم إبراهيم حصل لأنه وضع في قلب النار، لكن هذا القدر ما تحول إلى قضاء. لما؟ الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد. ذلك القدر لم يتحول إلى قضاء لوجود حاجز منع من التهاب النار بجسم إبراهيم عليه السلام. إذن القدر اجتماع الأسباب والقضاء نفوذها. نجي الآن إلى السؤال الثالث والأخير. كثير من الناس يتساءل يقول طيب إذا الله قدر علينا، قدر علي أن أتزوج الزوجة الفلانية، قدر علي أن أولد في المكان الفلاني، قدر علي أن أدرس الدراسة الفلانية وهكذا، ما قدره الله عز وجل إما أن يحصل أو لا يحصل. إذا حصل إذن أنا مجبور، ما أقدر أغير القضاء، ما أقدر أغير القدر، ما قدره حصل فأنا مجبور على أن أتزوج الزوجة الفلانية، أنا مجبور على أن أنجب الأولاد الفلانيين، أنا مجبور على أن أعيش هذه المعيشة لأن الله قدرها علي وما قدره حصل. وإذا لم يحصل هذا معناه أن علم الله انقلب جهلا، علم بأن يحصل كذا وما حصل، إذن علمه انقلب جهلا. فكيف نجمع بين التقدير وبين الاختيار؟ شو اللي الله قدر علي هل يمكن أن يخضع لاختياري؟ كيف نجمع بين القدر وبين الاختيار وبين الإرادة؟ ما قدره الله لابد يصير، ما أقدر أنا أغيره، ليس لاختياري نصيب في تغيير قدر الله وفي تغيير ما كتبه الله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا، أنت مشتبه، القدر لا ينافي الاختيار. حياة الإنسان لها شعبتان، شعبة غير اختيارية مو بيدك، ميلادك ليس بيدك، ممن تولد أنت هذا ليس بيدك، من هو أبوك وأمك هذا ليس بيدك، ساعة ولادتك هذا ليس بيدك، هذه شعبة غير اختيارية. لكن دراستك، رزقك، سلوكك، زواجك، أولادك،
كله بيدك. هذه شعبة اختيارية وليست شعبة غير اختيارية. حتى طريقة موتك بيدك. أحيانا الإنسان هو باختياره يشرب شرابا مسمما يقضي على نفسه، هو باختياره ينتحر يختار طريقة موته، هو باختياره يحدد ساعة موته ينتحر فيفضي إلى موته. إذن هناك شعبة غير اختيارية وهي ميلادك أبواك، وهناك شعبة اختيارية رزقك دراستك عملك زواجك أولادك، كله مشاريع اختيارية أنت صنعتها باختيارك. جزء من القدر أنت تصنعه، جزء من القدر أنت تبنيه، جزء من قدرك أنت تخلقه بإرادتك واختيارك. كيف يجتمع هذا مع علم الله؟ مو الله يدري عني من الأول ويعلم من سأتزوج من سأنجب أين سأعيش؟ إذا كان الله يعلم بذلك من الأول كيف يكون الاختيار نصيب؟ الآن أبين لك. الفلاسفة يقولون العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. ما معنى هذه الكلمة؟ العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. ما معنى هذه الكلمة؟ بالمثال أوضح لك المقصود بهذه الكلمة. العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. الآن أليس هناك تنبؤ بالطقس قبل حصوله؟ هذا العالم الفلكي يقول لك لمدة شهر عبر معادلات معينة الطقس سيكون كذا، غدا سيكون الجو غائم أو حار، براء غد بعد شهر سيكون الجو كذا. كيف علم بالشيء قبل شنو حصوله؟ هو إنسان ليس إله. إنسان عبر معادلات علمية علم بما سيكون عليه الطقس بعد شهر. طيب علمه هل سيغير الواقع؟ يعني هل الطقس يخضع لعلمه؟ لا، العلم مجرد شاشة، العلم مجرد نظارة، العلم مجرد عدسة، العلم مجرد كاشف. علم بحال الطقس لكن حال الطقس لا يسير وراء علمي. أنا علمت بحال الطقس قبل حصوله لكن أحوال الطقس لا تتبع علمي، تتبع عوامل أخرى. علاقة علمي بالطقس علاقة نظارة بشيء، علاقة دوربين بشيء آخر، علاقة الشاشة بما وراء الشاشة. العلم ليس علة للمعلوم وليس سببا للمعلوم، المعلوم خاضع لأسباب أخرى، العلم مجرد شاشة كاشفة. أضرب لك مثال أوضح وأوضح. الآن في عصرنا الحاضر يوجد جهاز اكتشاف الكذب، صح لو لا؟ عندما أنت تأتي إلى المحكمة تدلي بشهادة معينة خلوا عليك الجهاز، الجهاز يكتشف أنك في هذه الشهادة تكذب أم تصدق. طيب هذا اللي جالس على الجهاز واكتشف أنك كاذب، هل هو الذي جبرك على الكذب؟ هل هو الذي سبب لك الكذب أم لا؟ علمه بأنك تكذب ليس هو السبب في كذبك، أنت كذبت باختيارك، أنت كذبت باختيارك، هو مجرد اكتشف كذبك لا أكثر. العلم عن طريق الجهاز مجرد كاشف لا أكثر، أما المنكشف وهو الكذب فهو صدر منك باختيارك وبإرادتك. هكذا علم الله بنا، علم الله بنا لا يغير من إرادتنا،
علمه بنا مثل الجهاز الذي يكتشفنا، يكتشف نوايانا. ممكن في المستقبل هكذا يحصل، ممكن احنا في المستقبل يصير عندنا اجهزة تكشف النوايا السيئة، مو بس تكشف الكذب، ممكن لو لا، ممكن في المستقبل يوضع الانسان امام جهاز يقول هوه هذا شرير، اكتشف الجهاز ان هذا الانسان شرير، يحمل نوايا سيئة، يحمل اهداف خطيرة. ممكن في المستقبل نأتي بهذه الأجهزة، هذا شيء وارد. طيب إذا وضعنا الجهاز واكتشف الجهاز أن هذا الإنسان خطير، يحمل نوايا شريرة وأهداف خطيرة، هل الجهاز هو الذي جبره على هذه الأهداف؟ لا. إذن العلم شيء والمعلوم شيء آخر. العلم يعني اكتشاف، أما المعلوم فهو أهداف خطيرة نشأت عن اختيار الإنسان وإرادته. هكذا علم الله بنا. علم الله بنا قبل أن نوجد. ما الذي علمه بنا قبل أن نوجد؟ علم قبل أن نوجد بأننا سنعصي باختيارنا، وسنطيع باختيارنا، وسنتزوج الزوجة الفلانية باختيارنا، وسنصنع مستقبلنا ورزقنا باختيارنا. ما علم به مجرد كاشف، شاشة، دوربين، وأما ما حصل فكله من اختيارنا وإرادتنا. فعلمه طابق واقعنا، لكن واقعنا خاضع لاختيارنا وإرادتنا. الآن جيب لك مثال ثالث وأختم به. الآن استطاع الإنسان أن يخترق الجاذبية، صح؟ يخترع مركبة تخترق الجاذبية وتنطلق إلى الأعلى. اكتشف الإنسان اختراق المكان. كيف اختراق المكان؟ يعني أنت الآن تقدر تجلس في مكانين في ثانية واحدة؟ ما تقدر. في كل ثانية أنت إما في هذا المكان أو في هذا المكان. بينما الإكترون تحت الذرة في كل آن هو في عدة أمكنة. كما استطاع الإنسان أن يخترق الجاذبية، كما استطاع الإنسان أن يكتشف أن بعض الجسيمات اخترقت المكان، يعني في زمن واحد تكون في عدة أمكنة، ممكن في المستقبل أن يخترع جهاز يخترق الزمن، يعني جهاز يكشف لنا الحوادث التي ستحصل بعد سنة. جهاز يخترق الزمن، جهاز يكتشف لنا الحوادث التي تحصل بعد سنة، بعد 20 سنة. عندنا جهاز نكتشف ما سيحصل من الناس بعد 20 سنة. لو وصلنا إلى هذا الجهاز، هذا الجهاز علم، لكن المعلوم وهو الحوادث التي ستحصل بعد 20 سنة حوادث حصلت من الناس باختيارهم وإرادتهم. فالعلم ليس سببا للمعلوم. علم الله بما يحصل منا لا يغير من إرادتنا واختيارنا، باختيارنا حصل كل ذلك، وعلم بنا على طبق اختيارنا، لذلك لا يغير القدر من اختيارك، بل أنت تبني جزءا من قدرك باختيارك. أمير المؤمنين علي عليه السلام كان واقف تحت جدار، والجدار آل إلى السقوط، فقالوا يا أمير المؤمنين الجدار سيسقط. ابتعد الإمام علي عن الجدار، ذهب إلى مكان آخر. قالوا يا أمير المؤمنين كيف هربت من قدر الله، كيف هربت من قضاء الله؟ قال فررت من قضاء الله إلى قدره، لو بقيت لتحول القدر إلى قضاء، لكن أنا قبل أن يتحول القدر إلى قضاء انتقلت إلى جهة أخرى، فررت من قضاء الله
إلى قدره وفر باختياره وليس بجبر ولا قسر. إذن الإنسان يخط بعض قدره باختياره، هكذا سار الأئمة المعصومون عليهم السلام. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ليلة 19 من شهر رمضان عندما قال له ابنه الحسن: يا أبه اجلس هذه الليلة في البيت لا تخرج هذا الفجر للصلاة، قال له: هكذا شاء الله أن أقتل في محرابي، يعني لست مجبورا على هذا، بإرادتي باختياري أقبل على شهادتي أقبل على مصرعي بإرادة واختيار. وهذا ما حصل، وحصل للحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام، حيث سار إلى مصرعه بإرادته باختياره، لأن في مصرعه عزاً للإسلام، لأن في مصرعه نصراً للدين، سار إلى مصرعه، سار إلى شهادته بإرادته وباختياره صلوات الله وسلامه عليه، وقال: فإن نهزم فهزامون قدماً، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. جمع عياله جمع أطفاله في تلك الخيمة الحزينة، التفت إلى ولده زين العابدين، قال: بني علي، هؤلاء بنات علي وفاطمة، إنهن يتامى من بعدي، سكن لوعتهن، هدئ روعتهن، نشف دمعتهن. ثم التفت إليهن قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا ولدي علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، أطعن لأمره انتهين لنهيه سرنا على إرادته. ثم التفت إليه وهمس في أذنه الشريفة، قال: بني علي، وأبلغ شيعتي عني السلام. الحسين يبلغنا سلامه، الحسين يبلغنا تحيته، نحن بقلوبنا المحترقة نرد على الحسين سلامه: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من والاه قبره: سيدي أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري أبا عبد الله، وبقي صريعا على الثرى: يا ميتا يا ين ترك الألباب حائرتين، تناوشته سهام الباغ رميتين،
وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين عار تجول عليه الخيل عاديتين حاكت له الريح منها مئزرا وردا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف. يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.